احتفال غريب من ميان السيد وتحولها للساحرة الشريرة، يا ترى ايه السبب؟ ظهرت الفنانة ميان السيد في فيديو على حسابها على انستجرام وهي بتجهز نفسها علشان تتحول للساحرة الشريرة، وده علشان تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية قسم المسرح والسينما. وطبعا نزلت الفيديو الفنانة ميان السيد على حسابها على انستجرام ولقى تفاعل كبير جدا على حسابها، وناس كتير اتبسطت بفرحتها وقالت ان هي احتفلت بتخرجها بطريقة جديدة ومبتكرة ومختلفة، وخلت الناس كلها تتكلم عليها، وحرفيا تصدر اسم الفنانة ميان السيد الترند خلال الساعات اللي فاتت بسبب الساحرة الشريرة. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد.